أنت من شوي طريت يا أخوي هارون الرشيد. نعم. وتذكرت مجاملة أو تلطف الإمام مالك معه. يا سلام. ترى تعتبر يعني مجاملة ورد بأسلوب لطيف جدا جدا جدا. جميل. يقولون في العصر الإمام مالك أن زينة الدنيا أن يحدثك الإمام مالك. تعتبر من زينة الدنيا أن تقول حدثني الإمام مالك، أن تجلس في المجلس اللي فيه الإمام مالك وتسمع وتقول حدثنا الإمام مالك، هذه تعتبر عندهم من زينة الدنيا. نعم. في تلك الفترة يقولون. فهارون الرشيد حب أن يحدث عن الإمام مالك، فرحل من مكانه ومن قصره إلى المدينة المنورة. فلما جاء إلى المدينة المنورة قال ادعوا لي الإمام مالك حتى يقرأ الموطأة بين يدي. الدارج عندنا إذا سمعنا هالقصة ويوم كنا صغار نسمعها كذا أن الإمام مالك رفض وقال العلم يؤتى، العلم يأتي ولا العلم يؤتى ولا يأتي، يعني إلا أنت تبغى العلم أنت اللي رح. الإمام مالك ما قال ذلك، والدارج عندنا قال ذلك، ولكن من نقل هالكلام خطأ، لأن الإمام مالك بطبعه مو بجلف، مو بصعب وعسر. وكذلك هارون الرشيد ما يستاهل هالأسلوب إنك تقول ماذا العلم يؤتى ولا يأتي. نعم. لا. فقال الإمام مالك لهارون الرشيد أن العلم منكم طلع، أنتوا ترى يا بني هاشم منكم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. العلم أنتوا أصل العلم، أنتوا أهل العلم. لحك. العلم منكم طلع. لحك. فإن رفعتموه ارتفع وإن وضعتموه اتضع، يعني إذا جيناك إن العلماء عندك في قصرك سيتضع العلم. نعم. ولكن قالوا جاء الخليفة وحضر لدرس فلان فهنا يرتفع الله العلم. الله. شوف الأسلوب، الرد الجميل والتوفيق في الأسلوب. نعم. فقال هارون الرشيد بل نرفع العلم لا نضع. فجاء هارون الرشيد وحضر الدرس للإمام مالك، وفي القصة يعني تفريعات، ولكن اللي حبيت استشهد به أنه يعني الرد اللطيف، الرد الجميل، وكذلك المجاملة. نستدلنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأول بئس أخو العشيرة، ويوم جاء تبسم له. المجاملة ما مثلها في الحياة كلها، فعلا حصلت لي هالأمور، جاملت وبعدها قلنا لا تنوى جاملت حصل في مثال بين ممكن.